متواصلين معكم مشاهدينا، وننتقل الآن إلى سوق الجبيل مع زميلنا سلطان الشامسي وجولة جديدة. طبعا تم تصويرها مسبقا وعاد لنا من قسم اللحوم وعلى اللحوم الموجودة متوفرة والأسعار. نتابع. شكرا لكم زملائي في الاستديو، واسعد الله اوقاتكم متابعينا مشاهدينا الاعزاء. حياكم الله ويانا في جوله جديده وفقره جديده ايضا من هذا المعلم التجاري المميز دائما من سوق الجبيل، وايضا من قسم اللحوم والدواجن وقسم الطازج. نستعرض معاكم ان شاء الله اليوم مجموعه من المحلات، نستعرض معاكم اسعار اللحوم الموجوده وانواع اللحوم ايضا اللي وصلت عندنا اليوم. شرى ما نشوف هنا عندنا اليوم ما شاء الله انواع اللحوم اللي وصلت عندنا، الخرفان السورية المحلية، عندنا العجل، عندنا الأغنام. بس نتعرف فيها أكثر مع أخونا أبو عمر صاحب ملحمة نجمة الشهباء ما شاء الله، والمتميزين دائما في تجهيزات المشاوي. نحن اليوم بنسألك أبو عمر، أول شيء سلام عليك أبو عمر. عليكم السلام ورحمة الله. صبحك الله بالخير. الله يخليك يا رب. أولا كيف الإقبال على المشاوي خلال هذه الفترة؟ والله الحمد لله كله إقبال تمام، وكله للزباين، وعندنا فتايل، وعندنا لحم نعيمي. نعم. وعندنا استرالي. واللي تحضرون انواع المشاوي عندنا همبرجر، عندنا مشاوي، عندنا تكه، عندنا طاو، كافه انواع المشاوي. طلبات الزبائن كله على طلب الزبون، والتتبيلات ايضا، والتتبيلات كمان على راحه الزبون. يعني لكم تتبيله خاصه وايضا هلا في طلبات، في عندنا تتبيله خاصه، وفي زبائن كمان بتطلب تتبيلات معينه. تمام. ندخل ايضا وياك بعمار على انواع اللحوم واسعارها اليوم اللي موجوده عندك. عندنا موزات، موزات العجل هذه. هاي موزات العجل. نعم. للاخوان المصريين اللي يستخدموها للطبخ. للطبخ ما شاء الله. نعم. طيبة. شو سعرنا اليوم في الموزات؟ هذا سعره اليوم 28 درهم. 28. هي كان سعرها 30. نعم. اليوم 28. توني بقول ان الاسعار نزلت شوي، كانت على السوم على 30 32، اليوم على 28. وبالعظم بكم بتكون بعمر؟ بالعظم بتكون ب 22 درهم. ب 22 بالعظم؟ اي نعم. 22، واللحم الصافي بيكون عندنا اليوم على 28 بالنسبة للقطع اللي موجودة على الموزات. والقطعة الثانية أبو عمر؟ القطعة الثانية هاي لحم العجل ما شاء الله تبارك، استخدموه للمفروم، للطبخ، لكثير شغلات. اللحم يعني الصافي هذا. اللحم الصافي. وسعره كم بيكون اليوم؟ 28. 28 أيضا، اليوم على 28 درهم اليوم مشاهدينا الأعزاء، بالنسبة لقطع اللحم للعجل الباكستاني اللي موجود عندنا في هذا المحل عند أخونا أبو عمر. والآن ما شاء الله نشوف وياكم، بس خبرنا عن الريش جزاك الله خير. الريش كله ريش نعيمي. نعم. هذه شو نوع ذبيحه؟ هذا نعيمي. نعيمي محلي مال محل مسلق. نعم. الشارجه ما شاء الله كله نعيمي تبارك الرحمن. هاي الافخاذ. نعم. بس على كم بتكون عندنا اليوم؟ 43 بالنسبه لي. 45 الريش. 45 45 ب 50 وهلا 45 45 درهم متبل. نعم. تبل اجازه كيف الزبون، واذا بغيت مثل ما هي تاخذها ايضا نفس السعر على كيف الزبون. جميل. اذا بالتتبيلات او غير التتبيلات مشاهدينا الاعزاء السعر بيكون ثابت. عندك تاف كمان نعيمي حسب الزبون، للطاجين، للمنسف. نعم. للمكبوس حسب الزبون كمان. والسعر ايضا 43. 43. نكمل معاك بعمر، هنا نشوف عندنا ايضا اللية ما شاء الله، الخرفان اللية مع الخرفان. نعم. هذول فخاد بيستخدموه للتكه، وبيستخدموه للطبخ، وبيستخدموه للفرن. جميل. والسعر كم بعد؟ 43. 43 اللية لحالها طبعا ولا مع ال؟ هي بده الزبون حسب، لان نعيف اللية عشان الزبون يطمن. نعم. ان هذا اللحم نعيمي. نعم ما شاء الله، اساس انه يكون الزبون يطالع ان هذا ذبيحه معليه، مش مشوله وقالوا هذه نعيمي. لا ايوه ختم المسلق الشارع. جميل جميل تبارك الرحمن. اليوم ما شاء الله الذبائح اللي موجوده عند اخونا ابو عمر. ابو عمر نزل جزاك الله خير، نكمل وياك نسير نشوف ايضا ابو عمر الذبائح الثانيه اللي موجوده عندك هني. عندك هون كمان الرقبه ما شاء الله، هذه شو النعيمي؟ هذه هذا نعيمي تبارك الرحمن. هذا بيستخدموه لتحت المحاشي، للطبخ، حسب على راحه الزبون. اليوم بعمر الاوزان اللي موجوده عندنا ما شاء الله تبدا من كم؟ يعني عندك نقول اصغر شيء او نعيمي 22 ل 30. 22 الى 30 كيلو. 30 كيلو اليوم عندنا مشاهدين الاعزاء بالنسبه لي. عندنا النعيمي حق التكه ما شاء الله، هذه القطع يستخدمونها للتكه للمشاوي. نعم. للتكه. هل بعمر كل قطعة عليها سعر معين ولا؟ على سعرها هي شوي غالية يعني، خبر حسب اللي باني عارفه، انا باني اعرف هذه بكام. هاي زباين هاي سعرها 45 درهم. هذه لانها تعتبر من القطع الطرية الموجودة. ايه طبعا. ايه. وطريقة طبخها شو بعمر؟ شوي. هذا للشوي. للشوي تبارك الرحمن. ويكون سعرها اليوم 45 45 45. انزين، ذبيحة إذا بغيناها كاملة اليوم كم بيكون سعرها اليوم؟
السعر من 900 958 حسب الوزن. على حسب الوزن ما شاء الله تبارك الرحمن. كيف الزبون بده قطعة بده قطعتين على كيف. جزاك الله خير، مشكور يا أبو عمر على المعلومات الطيبة وعلى الأشياء الجميلة. وطبعا مثل ما خبرناكم مشاهدين الأعزاء، أبو عمر عنده تجهيزات وتتبيلات خاصة، اللي حاب ياخذ من أبو عمر يخبره قبل فترة بيجهزوا لكم التتبيلات. شكرا يا أبو عمر، جزاك الله خير، بارك الله فيك. ننتقل وياكم أيضا المتابعين الأعزاء إلى محل آخر موجود معنا أيضا في سوق الجبيل عند أخونا محمد هنا، بنتعرف وياكم على أسعار اللحوم اللي موجودة عنده. طبعا عندنا العيل الباكستاني أيضا اليوم متوفر. محمد السلام عليك. وعليكم. كيف حالك محمد؟ طيب يعطيك العافية، ما شاء الله اليوم لحم حتى لون طيب اليوم، غير هذا صغير ولا هذا؟ لا لا اليوم يجي لحم ما شاء الله تبارك، ما في دخل مي موجود. أيوة. هذا طازج. أيوة. طازج اليوم. أيوة. عجل باكستاني هذا؟ باكستان عجل كله سوق باكستان. شوف ما اليوم شاء الله تبارك الرحمن صغير. أيوة. قطع جميل مشاهدينا الاعزاء ان شاء الله ما شوفوا. أيوة. وياكم هذا الريش، هذا ريش، ريش هذا اليوم. أيوة. الباكستاني على كم اليوم؟ باكستان باكستان ريش 25، بعد كتاب 25، مع رقبة 23، مع زورة 23. 23 أيوة. ماشي. سعر مختلف. أيوة. كل واحد سعر مختلف. صح. تبارك بال مع الفخد بدون أدم 32 دائما داخل قطة داخل مفروم اليوم يعني رجل. إذا يبغي لحم صافي بيكون أيوة 32 درهم اليوم لحم الصافي. أيوة. بالعظم لكن يختلف من سعر إلى من قطعة. أيوة. إلى قطعة. صح. نبدأ من 22 لين كم؟ لين 25 و 23 درهم. صحيح. مشاهدين الأعزاء يوم نتكلم إحنا قطع العظم. أيوة. طبعا هذه القطع مال الكتف. نعم هذه قطع، شوفوا عندكم مثلا الكتف، عندكم أيضا. أيوة. الريش هذا ريش، وعندكم الرقبة. هذه الأسعار والصدر. أيوة. أسعار تختلف طبعا من قطعة. أيوة. إلى ثانية. والكتف هذا طبعا معروف ما شاء الله، نشر ما نشوف وياكم. هذه شركه البيكا معروفه، هذه اللي هي كجوده عاليه مشاهدينا الاعزاء. محمد نزل بارك الله فيك، نسير وياكم محمد نشوف بعد. محمد عندك هندي باكستاني اليوم؟ شوفي عندك، شوف نرفع جزاك الله خير ما شاء الله. هذا مال غنم باكستان، غنم الباكستاني مال الكتف. هذه قطعه كتف غنم الباكستاني مشاهدين الاعزاء، شرى ما نشوف وياكم هنا ما شاء الله. لحوم توصل عندنا بشكل يومي طازج، توصل عندنا في السوق عن طريق الطائرات وتتوزع على المحلات. اليوم كم بيكون سعر باكستاني؟ أيوة. اليوم باكستان 36 هذا 36 للكيلو. ايوه واحد كيلو ما شاء الله. أيوة. اول كان 37 38. أيوة. 38 صح، شويه نزل الحين. اي ممكن ممكن لا اخر 35 هذا ما يقول زياده في مجال بعد. ايوه مجال. ما شاء الله في مجال. صح. الى ال 35 مشاهدين الاعزاء بالنسبه لقطع الغنم عندنا. أيوة. اللي هو باكستان رقبه في ريش في كله نفس السعر ولا غير؟ لا لا نفس الشيء. اذا بغيت ذبيحه كامله كم يطلع سعرها؟ ممكن 10 كيلو 12 كيلو 15 كيلو 20 كيلو مال باكستان. والسعر كم؟ ايوه ممكن 300. لا لا ممكن. ايوه 8 كيلو 300، 9 كيلو 300 ونص، 400 بيويا. نعم على حسب الاوزان اليوم مشاهدين الاعزاء اللي عندنا. الباكستاني وعندنا ايضا اليوم الهندي متوفر عند اخونا محمد. الهندي بعد هندي 42 هذه 42. أيوة. غالي شويه لازم غالي. اول كان شويه نازل اخر 40 درهم 40. ايوه بعد الخصم فمتو. هذا الهندي دائما شوي سعره غير مختلف. دام موجود ما شاء الله وطازج طبعا. أيوة. وقطعته 5 كيلو ذبيحه، 6 كيلو، 7 كيلو، 8 كيلو، 10 كيلو الاوزان بنت. أيوة. بعدين خلاص خلاص. والسعر سعر بعد نفس الباكستاني ولا شويه زياده؟ لا لا زياده هندي هذا شويه زياده. ايوه بدك سيم سيم مال صغير. نعم. مال مؤكل اليوم. صح. بيكون سعر شويه زياده مشاهدين الاعزاء بالنسبه للهندي بيكون على 42 في مجال لغايه ال 40 قلت لي ولا اخر شيء تقريبا ليل 40 بتاخذون الكيلو والذبيحه بيكون سعره قريب ايضا 5 كيلو 300 او 280 على حسب الاوزان. الهندي معروف عندنا 5 6 7 لغايه 8 كيلو تقريبا او حتى 10. واليوم عندنا بعد ما شاء الله تبارك الرحمن خروف العيني، هذا ذبح ايضا محلي ما شاء الله. هذا كم وزنه هذا كامل؟ هذا ممكن 26 كيلو 26. ايوه بعد 30 كيلو 28 كيلو 20 كيلو ما شاء الله 15 كيلو. انزين كيلو كم؟ أيوة. اليوم كيلو 45 اخر اخر على 45 درهم. هذا الذبا كامل ذبيحه. ايوه هذا مذبوح عجمان. اي عجمان. انزين ايوه تبارك الرحمن ذبيحه كامله بالليه بالراس. أيوة. ايضا بالكبده داخل كل شيء موجود بصابه كله شيء موجود كل شيء انت تاخذ. أيوة. ذبيحه كامله كامله ذبيحه كامله مشاهدنا ذبيحه 26 كيلو يطلع سعره كم؟ 900 ولا 1000 درهم ولا لا 1000 درهم زياده 1000 درهم شوي زياده 1000 شوي زياده. أيوة. تقريبا 1000 شوي بيكون عندنا اليوم سعر ذبيحه عندنا مشاهدين الاعزاء بالنسبه للاغنام او الخرفان اللي عندي ما شاء الله اليوم توفرت. طبعا هذه ذبيحه كامله
حتى بالاشياء الموجوده داخليه مثل الكبده، القلب، كل شيء متوفر، اللي هي موجوده، قطع اللحم كامله، يعني هذه ذبيحه كامله تحصلها، وان بغيتها ايضا مقطعه ايضا موجود عندنا قطع ما شاء الله في هذه المحلات. محمد شكرا، مشكور، جزاك الله خير، بارك الله فيك، ان شاء الله يكون سعر دوم طيب ان شاء الله. الله يسلمك يا بارك بابي، ان شاء الله ينجح ان شاء الله. جزاك الله خير، مشكور يا محمد. اذا متابعينا ومشاهدينا الاعزاء، كنا معاكم في جوله صباحيه من هذا المعلم التجاري الجميل في سوق الجبيل، استعرضنا فيها وياكم اليوم اسعار اللحوم الموجوده في محلات طبعا مختلفه، محل ومحل اخر. يعطيكم العافيه، نشوفكم ان شاء الله على خير في حلقات وفقرات قادمه، ومع السلامه.